مرحبا بكم. حاليا نعيش في عصر حيث تركز فرق كرة القدم على مواهب الشباب الواعد والذين قد يصبح من اللاعبين الصفوة، خصوصا إذا تم إعدادهم جيدا في مجال كرة القدم منذ انضمامهم لفرق الناشئين في النوادي. وفي رحلة البحث عن هؤلاء الشباب الموهوبين، تركز النوادي الأوروبية الكبيرة على كل ما يحدث في مباريات فرق الناشئين. اليوم نتعرف على بعض متابعي اللاعبين مثل خابي هرنانز وجون تيري وفرانشيسكو توتي وفليب لام والذين نجحوا في فرقهم. هل تعتقد أن هؤلاء العباقرة في عالم كرة القدم سوف يصبحون أفضل من ميسي في المستقبل؟ لنرى. خامساً، خابي سيمينز. أصبح هذا اللاعب الصغير الذي يبلغ من العمر 14 عاماً مشهوراً على مستوى العالم، نظراً لامتلاكه للمهارة في كرة القدم تتخطى الأطفال في عمره، مما يجعل الجميع يقارنه باللاعب الأسطورة السابق في فريق برشلونة خابي هرنانز، والذي يشاركه ذات الاسم أيضاً. بفضل والده الذي كان ملعاً بهذا اللاعب الأسباني، ولد خابي في هولندا وهو حالياً يلعب في فريق الناشئين ببرشلونة. استرعت مهارته كلاعب في وسط الملعب انتباه الأسطورة مينو رايولا، والذي يصنع النجوم مثل ما فعل مع إبراهيموفيتش. لذا تخيلوا عن أي مستوى نتحدث. يعرف هذا الفتى أيضا بالعدد الكبير من المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا على موقع إنستغرام، حيث يحظى بعدد أكبر كثيرا من اللاعبين المحترفين. لقد تحول إلى نجم، بالإضافة إلى أن شكله المتفرد بشعره المنسدل يلفت انتباه الكثيرين حول العالم. إنه يتمتع بكل شيء من أجل الانتصار دوما. رابعا، كارامو كودمبلي. لا يجب أن يثير ضحككم هذا الاسم، نظرا لأن هذا الفتى يبلغ من العمر 14 عام ويلعب في فريق تحت 20 عام في نادي كلتك في غلاسكو. لقد كان دون شك اللاعب الأقل عمرا الذي يحظى بذلك على الإطلاق، هذا إلى جانب تمرنه مع الفريق الأول عندما كان يبلغ من العمر 13 عام. أكد المدربون على أن اختلاف العمر لم يمنع اللاعب من إظهار مستواه الرائع في هذه السن الصغيرة. ولد هذا اللاعب في إنجلترا ووالديه من ساحل العاج، ومنذ بلوغه العام الخامس من عمره يعيش في اسكتلندا، مما يسمح له باللعب في أي من المنتخبات الثلاثة، إلا أنه حتى هذه اللحظة شارك في فريق الناشئين في إنجلترا واسكتلندا. وفي المستقبل القريب سيتوجب عليه الاختيار بين الفريقين، ومثل ما ترون في الصور هو يتمتع بتحكم سريع في الكرة إلى جانب مهارته في الوقت نفسه. هو لاعب سريع للغاية، وإذا تطور نموه الجسدي فقد يصبح نجما ساطعا في كرة القدم على مستوى العالم. ثالثا، بينغ نامودي. يبلغ من العمر 11 عام ويلعب في نادي تشيلسي. يقارنه الكثيرون بميسي نظرا لطريقة لعبه. هو مهاجم وصل إلى كرة القدم الاحترافية من خلال طريقة متفردة ومختلفة تماما عن الأطفال الآخرين. لم يكن عليه إجراء أي اختبار، وإنما استرعى انتباه الإنجليز بفضل المقطع الذي تشاهدونه، حيث يقوم بحركات صعبة وماهرة بالكرة، وهذا عندما كان يبلغ من العمر 8 سنوات. في الحقيقة لقد أذهلني بشدة. يكاد هذا الفتى يتفوق على منافسيه من العمر الأكبر كما لو كانوا أطفالا من فريقه. لا يستطيع فعل ذلك سوى اللاعبين الكبار، ومن الواضح أنه إذا ركز على ضربات الرأس قد يصبح من أفضل لاعبي كرة القدم حول العالم. ثانيا، تشين كولفر. هو ابن المهاجم الأسطوري السابق في نوادي مثل أيكس وميلان وبرشلونة، وهو باتريك أولفر. هو طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في عمره الصغير، وهو تحت رعاية مايكون منذ 5 سنوات، ويكسب 100,000 يورو سنويا، مما يجعله اللاعب الأوروبي الأكثر شبابا والذي يوقع عقدا بهذا المبلغ. ومن المذهل أن هذا الفتى يجني من المال في عام واحد ما تجنيه أنت طوال حياتك. هكذا هي الحياة، ولكن في الحقيقة هذا الشاب يتمتع بكل شيء. الشخصية المتفردة إلى جانب كونه ابن شخص مشهور، كما أنه موهوب للغاية. يمتلك هذا الفتى أيضا قناة على موقع يوتيوب، حيث يظهر مهارته بالكرة وحياته اليومية مثل نظامه الغذائي، والذي يجب أن يتبعه أي رياضي في هذا السن وهذه الصفات الجسدية، بالإضافة إلى ما يفعله في الأوقات التي لا يتمرن فيها. هل تعتقد أن هذا الأمر يتعلق بالتسويق له فحسب ومن أجل تلميع صورة الأب، أم أنه في الحقيقة سوف يكون لاعبا عالميا ذات يوم؟ أولا وأخيرا، بيترو تومازيلي. يستحق المقارنة مع ميسي، وهو يبلغ من العمر الآن 12 عاما. يعتمد على مجموعة من المهارات يتمتع بها كل لاعب على مستوى عالمي،
ويقول أنه تعلم الانضباط التام من كرة القدم ويلعب في إيطاليا، وبفضل يوتيوب أصبح مشهورا، مما جعل فريقين يسعى إلى ضمه. أما المثير للاهتمام أنه رفض عرضا من كل من ريال مدريد وبرشلونة، وذلك من أجل تحقيق حلمه وهو أن يلعب في روما، حيث يعتبرونه خليفة لتوتي. تفاجأ بمهارته العالم كله، والآن تشاهدون تحدي له ضد لاعب كرة القدم الإنجليزية أشلي كول، مما جعل الأخير في موقف محرج. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.